أهلا وسهلا بكم إخواني وأحبائي الأعزاء المشتركين بالقناة والمتفاعلين مع البرنامج التعليمي للأورك بأشهر الأغاني العربية والمغاربية وكذلك التعريف بالمقامات العربية. أطلب منكم دائما السبسكرايب واللايك والشير لتدعمونا ولنواصل أكثر وأكثر، وكذلك تعليقاتكم واقتراحاتكم تهمنا. اليوم سنتعلم طريقة عزف مقام نهوان الساحلي الجزائري وإعطاء أمثلة من هذا المقام، فابقوا معنا لتستفيدوا. طريقة عزف النهواند الساحلي الجزائري فهي تتميز عن النهواند الأصلي أي الفا مينور. أولا سنأخذ فكرة على الفا مينور، النهواند على الفا، ثم نشرح ماذا يميز النهواند الساحلي الجزائري. النهواند على الفا بالشكل التالي: والنهواند على الفا يكون في السلم الموسيقي سي بيمول، المي بيمول، لا بيمول والري بيمول. سي بيمول، المي بيمول، لا بيمول، ري بيمول. لكن النهواند الساحلي الجزائري يتميز بممرات أخرى، مثلا السي بيمول نقوم في بعض المرات بالممر، يعني فقط يعني باساج ممر في السي بيكار، وكذلك المي بيكار. في عوض السي بيمول نقوم بالسي بيكار، وفي عوض المي بيمول نقوم بالمي بيكار، ثم يكون لدينا انتقال في العجم على السي بيمول. الآن سنحاول شرح الطريقة. هنا انتقلنا إلى عجم على السي بيمول. ثم عدنا إلى نهواند على الفا. بهذه الطريقة يعزف النهواند السحري الجزائري. الآن سنأخذ أمثلة، أولا بأغنية الزل يعتق الله، ثم بأغنية يا الرايح وين مسافر. هذا المثال الأول. الآن نأخذ المثال الثاني، يا الرايح وين مسافر. Thank you.
طبعا كان لنا درس فيما يخص طريقة عزف نهاوند الساحلي الجزائري، فكنتمنى لكم الاستفادة، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.